وصلنا حاليا على الحارات القديمة لمدينة أرمنعز. هاي الحارات بتأثبت علاقة هاي المدينة، لكن حاليا حابب ركز شوي على موضوع حمام السوق بأرمنعز. هذا الحمام هو حمام على الطراز الروماني. شو يعني على الطراز الروماني؟ أو شو بيفرق الطراز الروماني عن الطراز العثماني؟ الطراز العثماني هو بيكون الحمام فيه خلوات مشان ما الناس تكشف بعضها وتكشف عورات بعضها، أما الحمام الروماني فهو بيكون للجميع، يعني بتلاقي فيه جرون وكذا. لو في إمكانية ندخل كنا دخلنا، لكن الدنيا صيف حاليا وما نشغل الحمام، لكن لحد الآن بكل شتوية بداية كل شتاء بيصير في ترميمات بسيطة للحمام وبيبدأوا تفعيل الحمام من أول جديد، والحمام ما نمغير فيه شيء أبدا من على بنائه على الطريقة الرومانية إلى حد الآن فهو على حاله. وفي أمر تاني ومعلومة تانية بعرفها عن مدينة أرمنعز اللي هو إنه فيها حمام عثماني، لكن هذا الحمام مهجور تماما، في عليه كتير أقاويل لمين بترجع ملكيته. بنفس الأمر في ناس بتخاف تدخل على هذا الحمام لأنه يقال إنه هذا الحمام مسكون. بحثنا كثير عن مصادر تعطينا عمر مدينة أرمنعز بشكل صحيح، لكن صراحة ما لقينا ولا مصدر يعطينا رقم صحيح. أكثر مصدر كان فيه مصداقية هو أنه تم اختراع صناعة الزجاج داخل مدينة أرمنعز، يعني هاي المهنة تم اختراعها داخل هاي المدينة وقامت قبل 2500 سنة قبل الميلاد، وتم اختراعها من قبل الكنعانيين لأنه هاي المدينة تورث عليها كتير أجيال، تورث عليها كتير إمبراطوريات، الكنعانيين، الفينيقيين، الرومان إلى حد الفتوحات الإسلامية. فأنا حاليا موجود بمنزل من منازل أرمنعز القديمة اللي لحالها بتحكي عمر هاي المدينة، والحجر والبناء وكل شيء موجود بهذا البيت بيحكي لكم عن عمر هاي المدينة. فراح خليكم شوي مع تفاصيل هذا المنزل وبرجع لكم إن شاء الله. أهل أرمنعز متمسكين بتاريخهم، متمسكين بهي الحارات تبقى على حالها، متمسكين بالشيء اللي تربوا عليه. فما شاء الله يعني كل هيك كل حجرة بتلاقي فيها حكاية، مين بنى هذا البيت الله أعلم، مش قد عمره الله أعلم. موجود حاليا بالمسجد الكبير بمدينة أرمنعز. يقال عن هذا المسجد أول شيء كان معبد يهود، من ثم تحول لكنيسة، من ثم وعلى أيام الفتوحات الإسلامية تحول من كنيسة إلى مسجد، وبالتحديد على يد الصحابي الجليل أبو عبيدة بن الجراح.